الدنيا فيها معجزات، دي كانت الجملة اللي بدأت بيها أم منشورها على الفيسبوك، وبدأت تحكي حاجة غريبة حصلت لبنتها اللي عندها 12 سنة، بس ناس كتير ما صدقتش اللي اتحكى وهجمت الأم دي بشكل عنيف. الحكاية بدأت بمنشور لأم على الفيسبوك وكتبت فيه إن هي الدنيا فيها معجزات، بنتي الصغيرة عندها 12 سنة قامت من النوم ساعة كاملة مبتسمة وهي عمالة تحضن المخدة ومش عايزة تنطق بحاجة. وكملت كلامها الأم وقالت إن هي سألت بنتها وقالت لها مالك يا مريم يا بنتي تعبتيني اتكلمي، والبنت ردت عليها رد غريب جدا وقالت لها أنا شفت النبي يا ماما. وبدأت البنت تقسم لمامتها وتقول لها والله وأقسم بعزة وجلالة الله شفته، وردت الأم عليها وقالت لها إزاي. بدأت البنت تحكي وتقول عارفة لما تبصي للقمر وفجأة يضحك ويجيلك شعور بإن ده وجه النبي عليه الصلاة والسلام. كملت الأم وقالت أنا بكيت من التشبيه قوي، بقول لها كملي وإيه كمان، قالت جه لبسني الجزمة في رجلي وقمت اتمشيت معايا. الأم كملت باقي القصة وقالت بنتي قاعدة وعندها مشاكل في المفاصل وما تقدرش تمشي أكتر من خطوتين ولازم تقع، ونفسها تقوم زي صاحبتها تلعب وتتنطط من يوم ما اتخلقت لكن قدر ربنا. وقالت إن البنت ملهاش علاج وقالوا إن هي هتفضل كده طول عمرها. وكملت الأم الحكاية وقالت المهم بعد أسبوع في الفجر كنت نايمة وقمت أصلي، لقيت بنتي واقفة على حيلها بتصلي الفجر وهي بتبكي، وأنا صحيت أبوها ومش مصدقة وحط إيدي على بقي الخضة وبدأت أقول له الحقني الحقني، بنتك قامت على رجليها وبتصلي، ودخلنا عليها وهي بتتشحتف في الشهادة وبتقول وصلي على محمد وآلي محمد، وأول ما خلصت اترمت في حضني أنا وباباها وهي بتردد أنا خفيت يا أمي النبي حبيبي قال لي فاكرة فاكرة يا أمي. الأم كملت الحكاية وقالت إن هي عرفت سبب كل ده كان بسبب ورد القرآن اللي كانت البنت بتقراه وبتصوم كمان اثنين وخميس رغم إن سنها صغير، وإن كل ده ما راحش هباء ولا راح على الأرض. الأم كمان قالت إن بنتها علمتها إزاي تطلب من ربنا الحاجة بأفعالها وتمسكها ببعض الأمور وإزاي كانت نهايتها بشرة من النبي بالشفاء. منشور الأم ده لف على صفحات كتير قوي على الفيسبوك وتويتر وعمل صدى كبير جدا، والناس بدأت تتفاعل معاه، ناس كتير دخلت وعلقت عليه بتعليقات أغلبها مؤثرة، ومنها اللي قال إنه انتابه القشعريرة من الحكاية، واللي قال عينيا دمعت، واللي قال جسمي أشعر، واللي قال سبحان الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي قال دي أجمل حاجة أنا شفتها في حياتي، واللي قال يا ربي على ده شعور وإحساس اكتبه علينا. لحد هنا كانت التعليقات معظمها إيجابي، لكن مفيش حاجة الناس بتتفق عليها، ودايما بنلاقي اللي ماشي في اتجاه عكسي ويشكك في أي رواية أو قصة بتتقال. وهو ده فعلا اللي حصل لما ظهر واحد من الناس من اللي شافوا منشور الأم وشكك في مصداقيته وقال ياريت حد يعرفهم شخصيا عشان نتأكد فعلا من حقيقة القصة. وبعدها ظهر كذا حد بيأيده في الرأي، وتعرضت الأم لانتقاد لازع جدا واتهموها ان هي ألفت القصة عشان بس تجمع لايكات وتعليقات على المنشور، في حين ان القصة اتحكت بدون ذكر اسم الأم. وعشان اللي نشرت القصة دي تنهي الجدل اللي حصل ده كتبت منشور تاني وقالت فيه ما عنديش استعداد اتناقش في ثوابت دينية عندي وانا مش صاحبة القصة، اللي شايف ان هي متألفة وان هي مش منطقية ما تصدقهاش، انا عجبتني نشرتها من ام البنت اللي ما حبتش تنزل اسمها وما طلبتش من حد ان هو يشيرها. فكرة انك مقتنع ان في معجزات او لا دي حاجة جواك مش مطلوب مني ان انا اغيرها، والحقيقة ان ده كرد حاسم على القصة كفيل انه يسكت اي حد من اللي بيشككوا فيها. فعلا لو مش مقتنع خلاص محدش فرض عليك ان انت تصدق، لان ببساطة صاحبة القصة ملهاش مصلحة.